الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقامت الصلاة هنا، قامت الصلاة في مسجدنا، قامت الصلاة. الله أكبر كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، تقبل الله طاعتكم ومن العايدين ومن الفائزين، العاد عليكم ان شاء الله وانتم بصحة وسلامة، تقبل الله طاعتكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلينا صلاة عيد الأضحى المبارك عام 1445، وكان الله غفورا رحيما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله محمد.
مجلسنا وضيافتنا واللي بيجي العايد علينا في العيد حياه الله، كل عام وانتم بخير. وهذا المقلط، احنا نسميه المقلط، يعني نحطه للعشاء في الضيوف او الغداء، يجلسون هنا في المجلس وقت الاكل يدخلون الغرفانة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. كل عام وانتم بخير. القهوة لسه ما جاوا الأهل والأخوان والأقارب والأصدقاء، توهم طالعين من الصلاة، كنوني عايد أهله. وبعدين الله كريم، كلنا نشوف عيده. وهذا استعدادات الفطور. طبعا اليوم أضحية، راح يصير كبدة ولحم وكذا قلقل وطورنا في الأضحية، ولكن يعني تكون مع اللحم. وهذا الفاز راح نطبخ عليه العشاء اليوم، وصلى الله وسلم على محمد. وهذا العيد في المدينة المنورة، لسه ما قامت الصلاة.